لعيب باسكت بول عبالي هيك بحضر لك كم سؤال بدي اسالك اياهم على طريقه الباسكت اوكي يلا وعبالي تجاوبني عليهم بسرعه وعلى طريقه الباسكت اوكي كم نقطه صارت مسجله الثوره بسله السلطه اذا بدك واقعيا واحد اسقاط الحكومه نقطه واحده لحد هلا تعتبر اذا عم نحكي نحن وقع شو عملت الثوره ايه؟ نجاح سقطت الحكومه وهزت الكراسي تحتهم يعني تعتبرها نقطة؟ لا نقطتين تعتبرها إذا بدك على النقاط 100-0 هالقد الثورة عملت خضة طيب مين من الثورة سجل 3 بوينتس؟ ليك الثوار ما شاء الله عليهم بكل المناطق كانوا روعة بس اللي سجل 3 بوينت بعتقد أنا كانوا ثوار مدينة طرابلس عملوا بس زقفولهم مين يلي عمل unsportsman like foul المندسين اللي نزلوا جربوا يعملوا شغب بالشارع وجربوا يضربوا خيهم بالشارع وجربوا يعتدوا على اخواتهم بالشارع لانه هولي وجعهم وجع هولي نفس الاشخاص اللي كانوا موجودين على الارض مين بلاي ميكر السلطة؟ كرسة الزعيم والجنون العظمة وحب السلطة مين صار عامل 5 فاولات هلأ وصار لازم يظهر؟ كلهم السلطة كلهم نحن لما نقول بمعنى كلهم يعني كلهم لما هيدي الكلمة مش يعني انه بدنا اياهم كلهم يعني كلهم في تعرف انت في ناس كثير بحبوا بلدهم وموجودين بالسلطة هلأ بس نحن عم نحكي عن الطبقة اللي وصلت البلد من 40 سنة لهلأ للدمار واللي وصلت البلد للوضع المالي اللي هو حاليا نحن فيه ويتفضلوا يتحاسبوا على السرقة اللي عملوها بالبلد هذا اللي بدنا إياه كلهم يعني كلهم بمعنى كل الفاسدين بدنا نحاسبهم مين الـ MVP أو الـ Most Valuable Player تبع الثورة الشهداء اللي راحوا بالثورة وآخرهم علاء أبو فخر هولي رح يضلوا تاريخ للبنان لأنه بعتقد هن كانوا أبطال هيدي الثورة قد ما نحن عملنا على الأرض والشارع وعملنا بالسوشيال ميديا ما حنوصل لواحد بالمية من اللي عملوه هن اسمح لي ضيف عليهم كمان الموقوفين يلي موقفين هلا يلي نحن أكيد انه هلا يفرجوا عنهم هلا فورا هيدي ضرورة لأنه بالنهاية هولي موجودين مش لشغب هولي موجودين لأنه موجوعين على الأرض صح